هل هذا القانون قانون شامل جامع وحقيقة من القوانين الحضارية جدا التي تليق بسوريا؟ عشان نحكي نقطة صغيرة، من طول عمر كان الإفتاء والفقه في سوريا يعتمد على المفتي الجمهوري، ومن بدي احكي بعد شيء مضطرين نحكي هلا بصراحة أكثر، وتحديدا الطائفة السنية الكبيرة. ما كان هذا الموضوع وكل الطوائف تريد أن تلتزم في حلول الإفتاء. لا هلا مجلس الفقه والإفتاء مختلف تماما من كل الطوائف والملل في سوريا، يعني ديمقراطيا من كل الطوائف والملل. احنا لا نتباهى بسوريا بانه نحن بلد اعراق واثنيات وعرق وطوائف ومذاهب، هذا موجود بقانون زكاة الطائف. وقريبا بتعرفوا الدولة اللي جابرة وزير الأوقاف على هذا النوع من القرارات، ولكن الناس اليوم صاروا أمام تفسيرين، إما رئيسنا فجأة بطل علماني وأصبح إسلامي بده يحولها لسعودية يتحول لخليفة بطريقة من الطرق، أو مجبر على التوقيع. كل هدول الناس وكل هذه المؤسسات من الرئاسة الجمهورية إلى مجلس الشعب إلى الوزارة، ما في ناس هو راح تنين التالي يطلعوني على الكيس ممكن لأجل يوصلوا بسوريا أنه صار يشرعوا بالدين؟ ولكن وزير الأوقاف قدر بطريقة من الطرق إنه هو يجيب المرسوم من فوق الرئيس، الرئيس بيمضي عليه وبينزل لمجلس الشعب. القضية مثلا قضية تفسير القرآن، كم تفسير في الدنيا؟ في كثير. السعودية قديش صدرت تفاسير للفكر ابن تيمية وغيره وغيرات من القرآن؟ شو عم بيقول قانون وزارة الأوقاف؟ يقول قانون وزارة الأوقاف تفسير القرآن والتفسير الجامع. شو يعني الجامع؟ الذي يجتمع عليه العلماء في بلاد الشام. قديش ترى موضوعي هذا؟ ما كان سبب.